قبل يوم واحد من انطلاقة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالإمارات العربية المتحدة، كان منتخب تنس الطاولة المغربي على موعد مع مباريات التصنيف لدى الإناث. هذه المباريات كانت مناسبة لاختيار قدرات اللاعبات قبل حسم برنامج المنافسة الرسمية. من بعد التصنيف عاد نشوفوا المجموعات، من بعد عاد نقدر نعرف كيفاش دايرين، كيف فين غيكونوا، واش من المجموعات المتوسطة أو القوية أو التصنيف هو اللي تيحسم الأمر. فاطمة الزهراء بالفاسي ونجلاء حدوشة لاعبتان موهوبتان ستمثلان المغرب في منافسات تنس الطاولة، ولكل واحدة سيرتها مع المنافسات الوطنية والدولية. فين مشيت أنايا مراكش وطابيضة فلا إفران كلشي أمو مالها وليد هنا ضروري كلشي زوين. والتنس الطاولة تعلمته في وجدة في مركز محمد السادس للمعاقين، علموني أستاذ كنت صغيرة، علمني صغيرة كنت عندي 11 عام. التميز والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية ضمن مجموعة موحدة من رياضيين يمثلون 11 رياضة يبقى رهان الأولمبياد الخاص المغربي. كاين بعض الناس كاين مستوى ضعيفة، كاين مستوى متوسط، احنا الحمد لله كاينين عندنا دراري في المستوى، ماشي يعني في المستوى قدروا يواكبوا هذه البطولة. تنس الطاولة واحدة من الرياضات التي يشارك فيها الأولمبياد المغربي بالألعاب العالمية بأبوظبي، وهي الألعاب التي تتوخى تحقيق السعادة والاندماج للرياضيين قبل كل شيء.